واختبار النصارى بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام هو لهم، ولكن لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في أعيادهم، ولا أن يهدوا لهم هدية وقت أعيادهم، ولا ينبغي أن يقبلوا هداياهم وقت أعيادهم أيضا، ولا أن يبيعوا عليهم شيئا يستعينون به على الاختبار في أعيادهم. كل هذا لا يصح، لأنه رضا بما كانوا عليه لو أن الإنسان فعله، والرضا بالكفر وأعياد الكفر محرم عليه. ثم أدهى من ذلك أن يحتفل بعض المسلمين بأعياد رأس السنة الميلادية ويعظمونها ويبجلونها، وهي مقترنة بمناسبة دينية عند النصارى، ألا وهي إيش؟ ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فيكون الاحتفال برأس السنة الميلادية مع مناسبة ميلاد المسيح يكون فيه فرح بشعائر دينية، والفرح بشعائر الكفر إن سلم من فرح بها من الكفر فهو كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، فهو أشد من فرحه بشرب الخمر وعبادة الصليب. فالمسألة خطيرة يا أخوان، يحرم على الإنسان أن يحتفل بعيد الميلاد إن كان مسلما، ويحرم عليه أن يهنئهم بهذا العيد إن كان مسلما، ويحرم عليه أن يرد تهنئتهم إذا هنؤون به إن كان مسلما. سبحان الله، هل نهنئهم بعيد يعتبرونه من الشعائر الدينية؟ وهل هذا إلا رضا بالكفر؟ لكن غالبا من يهنئونهم لا يقصدون تعظيم دينهم أو شعائرهم، وإنما يقصدون إيش؟ المجاملة، وهذا غلط. فإذا قال أنا أجاملهم لأنهم يجاملونني فيهنئونني بعيد الفطر وعيد الأضحى، نقول الحمد لله، إذا هنؤونا بعيد الأضحى وعيد الفطر فقد هنؤونا بعيد شرعي جعله الله للعباد، وكان المفروض عليهم أن يكون عيد الأضحى وعيد الفطر عيدا لهم لأنه يجب عليهم أن يسلموا، لكننا إذا هنأناهم بعيد الميلاد هنأناهم بعيد لم يجعله الله عيدا. فهذا العيد الميلادي ليس له أصل في التاريخ وليس له أصل في الشريعة. فعيسى بن مريم لم يأمرهم بإقامة هذا العيد، فهو إما مما أدخلوه، إما أنه مما أدخلوه في شريعة المسيح بدعة وضلالة، وإما أنه شرعي مشروع في شريعة عيسى عليه السلام لكنه نسخ بالشريعة الإسلامية، فهو لا أصل له على أي تقدير، لأننا إن قلنا إنه من بدع النصارى وليس من شريعتهم فهو ضلالة، وإن قلنا إنه من شريعتهم فهو منسوخ، والتعبد لله تعالى بدين منسوخ ضلالة، فهو ضلالة على كل تقدير. وإذا كان ضلالة كيف يليق بي وأنا مسلم أن أهنئهم به؟ وقد أجبت عن كونهم يهنئون بعيدنا ولا نهنئهم بعيدهم بأن عيدنا شرعي بأمر الله عز وجل، وعيدهم ليس بشرعي، لأنه إما موضوع في شريعتهم أو منسوخ بشريعتنا، فلا وجه له على كل التقدير.